في حديقة استاد البيت، الحديقة المتميزة في قطر، كما تشوف ما شاء الله الحضور أكثر مما كنا متوقعين، رغم يعني وجود يعني جو شوي هواء، لكن مع ذلك الحضور أكثر مما من توقع. إن شاء الله سعيدين بوجود كل هالأعداد للاستمتاع في اليوم الرياضي في 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 استاد البيت، حديقة استاد البيت. حياكم الله. شلون تشوف الأجواء حاليا؟ يعني يمكن شوي الهواء قوي، لكن ما شاء الله الحضور اليوم حضور طاغي، ومتوقع ان الحضور يزداد اكثر واكثر في الايام الجايه. صحيح، يعني لازم احنا نعتبر في وقت مبكر لحد الان، لكن مع وجود الهواء الاعداد ما شاء الله قاعده تتوافد مثل ما نشوف للحديقه من المشاركه في 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 اليوم الرياضي. اعتقد ان الايام القادمه احنا متوقعين اعداد كبيره جدا من كل مناطق قطر لاستمتاع العائلات. مثل ما نعرف احنا حديقة على مساحة أكثر من 300,000 متر مربع، منطقة خضراء، بحيرات، ألعاب أطفال، مناطق ممارسة الرياضة، جيم، مضمار للإبل، مضمار للخيل، للسايكلينج، للجري، كل أنواع الرياضات متوفرة ولها ملاعب مخصصة، مطاعم، كوفي شوبس بدأت اليوم في العمل. فيعني أنا أتوقع إن شاء الله بيكون افتتاح أو حضور مميز واستمتاع لجميع الافراد الاسره. يلا موفقين ان شاء الله، بيض الله وجهك. الله يسلمك، حياك. سويت في اليوم الرياضي؟ بتلعب كوره ولا؟ اي بلعب كوره. نادي شجع؟ انا شجع الريان. اكيد الريان. وانت اي نادي؟ نادي الريان. تلعب تحب الكوره ولا كرتيد ولا السله ولا طاره؟ طاره. الله يوفقك ان شاء الله، ونشوفك ان شاء الله نجم في المستقبل. الله يعطيك العافيه، الله يجزاك خير. الله يجزاك خير اخوي ناصر هاجي، بيض الله وجهك، المدير التنفيذي لاستاد البيت. طبعا هذه الاجواء حاليا في تحديات صراحه بين الشباب، حاليا شباب كيو اس ال والنجوم القدامى اخونا ابراهيم الغانم والكابتن هاني طالب بلان، صراحه اجواء حلوه جدا، لكن الاجواء رياضيه، لكن الهواء ان شاء الله انه يخف نستمتع بشكل اكبر. وارجع لكم في الاستديو. يعطيك العافيه.